بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هتبقى المحاضرة عن الاميجنج اوف ادرينال جلاند، يعني الاوت لاين بتاعة المحاضرة ان شاء الله هتبقى يعني هنتكلم على الامبريولوجي وبعد كده الاناتومي وبعد كده هاو تو ايمج الادرينال جلاند والديفرنت ادرينال باثولوجيز، وبعد كده النقطة المهمة او المفروض نوصلها يعني في الاخر ان احنا ازاي هاو تو دو كاركترايزيشن اوف ادرينال ماس. بالنسبة للأدرينال جلاند، بالنسبة للإمبريولوجي، هو أهم حاجة نقطة في الإمبريولوجي بتاعة الأدرينال جلاند إن الـ development بتاع الأدرينال جلاند different from الـ development بتاعة الكيدني، فعشان كده لما الكيدني تبقى اكتوبيك الأدرينال جلاند بدور عليها في النورمال سايد، يعني دي نقطة مهمة في الأدرينال جلاند إن هي different from الكيدني، يعني ما يتوقعش طالما الكيدني اكتوبيك هتبقى الأدرينال فوقيها أو السوبرارينال، النورمال development بتاع الأدرينال مختلف تماما عن الكيدني. الادرينال جلاند بتبقى عباره عن كورتكس ومظله، كورتكس اللي هو بيبقى بيتكون من الميزوديرم والمظله بتتكون من نيورال كريست، وعشان كده الباثولوجي بتاعها بيطلع من البارسم بيبقى فيها باراسمباثات الجانجليا فبيبقى فيها ديفرنت نيوروجينيك تيومر. لما بيتولد الطفل الصغير الادرينال جلاند بتبقى السايز بتاعها نورمال، وعشان كده بيبقى السايز بتاعها كومبارابل للكيدني بتبقى لسه سمول ان سايز، فبيبقى السايز بتاع الادرينال جلاند بحوالي تولت السايز بتاع الكيدني، عشان كده الانسيدنس بتاع الانجري ديورنج بيرث في الادرينال جلاند او ان يحصل ادرينال هيموريج بيبقى هاي. ده دياجرام للادرينال جلاند الكيدني، وده الادرينال بتبقى هنا زي انفرتد في او انفرتد واي شيب، فتبقى سوبيرو ميديال للكيدني، وده بيبقى الكروس سيكشن جواه او جواه ده الكورتكس اللي هو البريفرال، وده السنترال بارت بتبقى من المظله، يعني بتتكون من سنترال بارت اللي هو المظله وده البريفرال بارت اللي هو الكورتكس، وده الجروس باثولوجي بتاعها برضو ده البريفري بتاعها اللي هو الكورتكس وده السنترال بارت اللي هو الرينال مظله. اناتوميكالي هي بتبقى اوبوزيت ال 11 و 12 ريب، وممكن تكستند لل ال 1 عند الليفل بتاع الليفت سايد، و الشيب بتاعها زي ما احنا قلنا بتبقى شكلها انفرتد في اور واي شيب زي ما هنشوفه، بتبقى فوق الجزء السوبيريور بتاعها بيبقى اكيوت انجل والجزء الانفيريور بيبقى مور وايد انجل. السكنس بتاع اللمب بتاعها يعني هنشوفها بعد كده في الكروس سكشنال، بيبقى السكنس بتاع اللمب من حوالي النورمال من 3 ل 6 مللي، والهايت بتاعها بيبقى حوالي 4 ل 6 سنتي، والويت بتاعها حوالي من 4 ل 9 جرام. الارتيريال سبلاي هي ليها تريبل ارتيريال سبلاي وتفورم كومب شيب، السوبيريور ادرينال ارتري بيجي من الفرينك ارتري، والميدل بيجي من الاورطة، والانفيريور بيجي من الرينال ارتري. الفينس درينج بيطلع من السنترال من الجلاند سنترال ادرينال فين، الرايت بيروح دايركت للاي في سي، والليفت بيروح للليفت رينال فين، وبعد كده بيروح للاي في سي. ده زي ما احنا قلنا بتبقى انفرتد في شيبد الادرينال جلاند او انفرتد واي، والسوبيريور الجزء بتاعها اللي فوق بيبقى نارو انجل وده بيبقى وايد انجل. ده البلاد سبلاي بتاعها، احنا قلنا السوبيريور ادرينال ارتري بيجي من الفرينك ارتري، الميدل بيجي دايركت من الاورطة، والانفيريور بارت بتاع الانفيريور بيجي من الرينال ارتري، وبعد كده بيجي اللي هو الادرينال فين، الرايت بيخش دايركت على الاي في سي، والليفت بيخش على الرينال فين على الليفت رينال فين. ده كروس سكشنال اناتومي، احنا قلنا بيبقى انفرتد واي اور انفرتد في شيب. الليمب السكنس بتاع الليمب هنا بيبقى المفروض من 3 ل 6 مللي او من 4 ل 6 مللي، لو زاد عن 7 مللي ده بيبقى بنخش في الباثولوجي. الاناتوميكال ريليشن الرايت بتبقى بوستيرو ميديال للاي في سي، وبيبقى ميديال ليها القراص بتاع الدايفرام واللاترال الليفر، الليفت بيبقى اللاترال اللي هي السبلينك ارتري والبنكرياس، والميديال هنا القراص اوف دايفرام، وبيبقى بوستيرو ليها طبعا هي بتبقى سوبيرو ميديال للكيدنيز على الناحيتين. ده الكروس سكشنال اناتومي ات سي تي اند ام ار، ده برضو نفس الكلام اللي احنا قلناه في الدياجرام، تبقى انفيرتد في اور واي شيب. على الرايت سايد بتبقى بوستر ميديا للاي في سي، وهنا بيبقى ميديا ليها القراص بتاع الدايفرام واللاترال ليها الليفر، احنا قلنا زي تو ليمبس والبودي بتاع الجلاند، يعني ده البودي اللي هو الجزء ده، وده تو الميديا ليمب وده اللاترال ليمب. الليمب ده زي ما احنا قلنا ما يزيدش عن 6 مللي، لو وصل 7 مللي ده بنخش في الادرينال هايبر بليزيا، فده السكنس بتاع الليمب هنا المفروض يكون اقل من 3 ل 6 مللي. ده كورونال سي تي، ده برضو البودي بتاع الريفورمات الكورونال سي تي، ده البودي بتاع الجلاند، وده التو ميديال واللاترال ليمبس، وزي ما احنا قلنا النورمال سكنس بتاع الليمب.
الام ار في ده تي 1 ام ار اي، ممكن اشوف الجلاند هنا بتبقى السيجنال انتنستي بتاعتها برضو نفس المنظر، وبتبقى السيجنال بتاعت انتنستي اقل من الفات، فبيبقى ممكن اقدر ديلينييت كويس الاناتومي بتاع الجلاند ات ام ار، لان تبقى لو سيجنال عن البريزنت هايبر اوكوجينيك فات حواليها. وده الكورونال بوست كونتراست ام ار تي 1، ده الوسفات سبريشن، ده هنا اقدر اشوف الجلاند برضو انفيرتد واي شيب، والجلاند هنا واخده انهانسمنت اوف هاي سيجنال، ومع السبريشن للفات بقدر ادلينيت الاناتوم بتاع الجلاند كويس، ممكن اديتكت اي تشينج في السايز او اي بريزنس اوف سمول نيديولز في الجلاند. الايمجنج زي زي اي حاجه زي اي اورجان، ممكن استخدم البلين اكس راي، الاي في بي، الالترا ساوند، سي تي، الام ار، انجيوغرافي، والراديو ايزوتوب سكان. اليو تي بي في الغالب يعني ممكن اشوف الماس عامله ديسبليسمنت للكيدني او السوفت تيشو بتاع الماس، ممكن اشوف كالسيفيكيشن او لو في بون تشينجز اسوشيتد مع الماس. ده بلين اكس راي، ممكن هنا اقدر اشوف فيه هنا في كالسيفيك شادو هنا جوه، ده سوفت تيشو، ده بلين توموجرام، اقدر اشوف فيه هنا سبيس اوكوباينج ليجن وفي كالسيفيكيشن في الانفيريور بارت بتاعه، وهنا برضو ده اي في بي توموجرام في الاي في بي، وهنا في سبيس اوكوباينج ليجن ريليتد للسوبيرو ميديال اسبكت بتاع الكيدني، وفي مارجنال كالسيفيكيشن موجود في الاي في بي. الالترا ساوند من النورمال ادرينال جلاند في الادلت ما بقدرش اشوفها، لان الجلاند بتبقى ديب وسمول فما بقدرش اشوفها، لكن في الاطفال اتس بيتر، ممكن اسس الادرينال جلاند النورمال اقدر اشوفها ايزلي في الاطفال، لانها بتبقى سوبرفيشال، وزي ما احنا قلنا السايز بتاعها بيبقى كومبارابل للكيدني بيبقى كبير، فاقدر اشوفها في الالترا ساوند في الاطفال، وبالذات لو انا استخدمت الهاي ريزوليوشن او استخدمت السوبرفيشال بروب ممكن اشوفها كويس في الاطفال. فايده الالترا ساوند مين ان انا اقدر افرق السيست او السوليد او لو في موجود كالسيفيكيشن جوه الماس، لكن ما بقدرش اعمل كاركترايزيشن للسوليد تيومر بالالترا ساوند. فالالترا ساوند دوره اصلا يعني مين ان انا اقدر اعمل ديتكشن للماس. ده طبعا اكزامبل للسوبر رينال سيست هنا موجوده هنا سوبيريور للرايت كيدني، والبوستيريور انهانسمنت للسوبر رينال سيست، دي برضه هنا في ماس ريليتد للسوبيرو اسبكت بتاع الراي كيدني، وايكوجينيك دي طبعا موست لان هي فيها كونتيننج سوبرارينال ليجن هي المايلو ليبوما، وطبعا في ممكن تخش في ديفرنشال دايجنوزس ان هو يكون سوبرارينال هيمورج، ودي هنا سوليد تيومر موجود في الرايت سوبرارينال فوسطه اللي هو هيتروجينال سيجنال انتنستي، وطبعا بالالترا ساوند ما اقدرش اعمل كاركترايزيشن اقدر اعرف نوع التيومر اللي موجود. السي تي ده هو البيست موداليتي او يعني ذا موست ريكومندد فور اكزامينشن اوف ام ار اي، بيتر ان انا اعمل ديتيكيتد سي تي، سي تي ان انا استخدم سمول سلايس ثيكنس، ان انا استخدم 3 مللي سلايس ثيكنس وسمول فيلد اوف فيو عشان اقدر اشوف الجلاند كويس، واعمل اللي هو المالتي فيزيك سي تي، يعني لازم الاستادي بتاعه السوبرا رينال جلاند تنكلود ان انا اعمل نون انهانسد او السي تي قبل ما احقن كونتراست، وبعد ما احقن كونتراست اعمل الايرلي بوست كونتراست عشان اسس الانهانسمنت بتاع الليجن واسس الفاسكولار انفيجن او اي ريليشن للسراوندنج اورجان، وبعد كده بعمل الديليد سكان بعد 10 دقائق. السي تي من الحاجات المهمه ان انا اقدر افرق، او المهم فيه ان انا اقدر افرق الموست كومن ادرينال تيومر اللي هو الادينوما، اقدر افرقه من النون ادينوما. في الادرينال ادينوما اللي هي بيبقى فيها فات كونتيننج بيبقى فيها انتراسيتوبلازميك فات، لو الليبيد ريتش ادينوما بتبقى ات نون انهانسد سي تي بيبقى الهانس فيلد يونت اقل من 10، مين اللي اقل من 10 يعني في من 10 لحد 18، ممكن في ناس بتكستند لحد 18، لكن هو مين اللي بتبقى اقل من 10 هانس فيلد يونت قبل ما احقن، وبعد قد ليد بعد 10 دقائق من الحقن المفروض الهانس فيلد يونت بتاع الماس ده يكون اقل من 30 هانس فيلد يونت، يعني لما اجي اقيس الهانس فيلد يونت للادينوما بتبقى اقل من 10 في قبل الحقن، وبعد الحقن بعد 10 دقائق من الحقن المفروض ما تزيدش عن 30. في حاجات بيبقى فيها ليبيد بور ادينوما ان انا ما اقدرش اكتريز الماس او بتبقى بوردر لاين، ممكن هنا اقدر احسب الابسوليوت انهانسمنت او احسب الانهانسمنت ووش اوت.
في عندنا نوعين من الوش اوت، يحسب الابسوليوت يحسب الريلاتيف انهانسمنت. الابسوليوت انهانسمنت ان انا بحسب الهانس فيلد يونت في البوست كونتراست سكان، اطرح منه الديليد الهانس فيلد يونت في الديليد سكان واقسمهم على الهانس فيلد يونت في الانهانسد سكان ناقص الان انهانسد. ده اللي هو الابسوليوت انهانسمنت ووش اوت. وده لو الوش اوت اكتر من 60% دي بتمشي مع ادينوم، لو اقل من 60% الوش اوت دي بتمشي مع نون ادينوم. الريلاتيف انهانسمنت ان انا بحسب الهانس فيلد يونت في الانهانسد سكان في الماس، اطرح منه الديليد واقسمه على الهانس فيلد يونت في الانهانسمنت سكان، وده لو الوش اوت اكتر من 40% دي بتمشي مع ادينوما، لو اقل من 40% بتبقى نون ادينوما موست. يعني السي تي طبعا من الحاجات اللي انا ايزلي اقدر افرق بيها السيست والسوليد، واقدر اشوف فيها السمول مايكرو كالسيفيكيشن في الليجن، غير ان هو بيقدر يعمل لي كاركترايزيشن للليجن بقياس الهانس فيلد يونت. بقدر اشوف زي ما انا اقول ان ده سيستيك ليجن، اقدر اشوف المنيوت لو في فوساي اوف كالسيفيكيشن زي حاله السوبرارينال سيست دي. دي برضو الفاسكولار اكستنشن، ودي من الحاجات المهمه جدا في البوست كونتراست سكان، ان انا اقدر اشوف الانفولفمنت بتاع رينال فين، الليفت رينال فين، سكندري انفلتريشن بسوبرا رينال ماس، والاكستنشن تو ذا اي في سي بالتيومر ثرومبس انسايد ذا رينال فين اند اي في سي. الام ار ممكن استخدمه برضو، الام ار من الحاجات اللي هي ممكن تساعدني برضو في تشخيص الحالات السوبرارينال ان اديشن للسي تي، او لو في كونترا انديكيشن للسي تي. الام ار بحتاج اعمل تي 2 سواء اكزل وكورونال، بحتاج اعمل تي 1 مع ويز او ويزاوت فات سبريشن، ممكن احتاج اعمل بوست جادولينيوم انهانسمنت. وفي حاجه مهمه في الام ار اللي هو الكيميكال شيفت ام ار، اللي هو ممكن برضو يديتكت السمول انتراسيتوبلازميك فات انسايد ذا ليجن زي دي سمول. ده اللي هو الكيميكال شيفت ام ار اي، ده اللي هو الاوت اوف الان فيز، اللي هو هنا ده في سمول في سوبرارينال ادينوما او سوبرارينال ليجن في الرايت سايد، ولو ايزو انتنس سيجنال انتنست للليفر في الان فيز ايمجز. هنا لما بعمل اوت اوف فيز ايمج بيحصل كومبليت دروب للسيجنال انتنست انسايد ذا ليجن، ده انديكيت ان في انتراسيتوبلازميك فات موجود في الليجن، وده كاركترستيك للسوبرارينال ادينوما. يعني فايده الكيميكال شيفت ان هو بيحدد المنيوت اماوت اوف فات اللي هي بتبقى موجوده في حالات الادينوما، وبيحصل كومبليت دروب اوف سيجنال انتنست انسايد، فده بيبقى دايجنوستيك للسوبرارينال ادينوما. احنا مهتمين طبعا بالسوبرارينال ادينوما لان ده موست كومن باثولوجي اللي بيحصل في الادرينال جلاند زي ما احنا بنقول، وده بيناين وبيبقى لوش مانجمنت يعني ممكن تساب، فعشان كده ده بيبقى اللي يهمنا اكتر في الكاركترايزيشن ان احنا ندور على السوبرارينال ليجنز، ان انا اقول دي ادينوما ولا لا، على اساس ان هو العيان ده هيتعمل له حاجه ولا هنسيبه من غير مانجمنت. طبعا الحاجات التانية برضو الام ار ان انا ممكن اشوف السوبرارينال سيست ايزلي، ده زي هنا هايبو انتنس ليجن هنا موجود في تي 1 ويتد ام ار اي، وده في تي 2 ويتد ام ار اي وسفات سبريشن ليجن از هاي سيجنال انتنسيتي، ذيس از سوبرارينال سيست. ودي برضو من الحاجات اللي هي ايزلي دايجنوست بالام ار ان انا اشخص السوبرارينال سيست. الانجيوغرافي زي ما احنا قلنا في محاضره الكيدني، ان انا لو عندي ماس كبيره مش قادر اعرف الاوريجن بتاعها كنت بعمل لها زمان انجيوغرافي، ده قبل ظهور السي تي والام ار والادفانسمنت بتاعت السي تي والام ار، ان انا اشوف البلاد سبلاي والريليشن بتاع الليجن تو للكيدني، وممكن برضه اشوف الكونفيرم لو في ثرومبوزس موجوده ولا لا، او ممكن اخد ادرينال فين سامبلنج عشان اشوف التيومر ده فانكشننج ولا نون فانكشننج. في الايزوتوب ستادي عندنا نوعين من الايزوتوب الاساسي اللي احنا بنستخدمه في تشخيص حالات الفيو كروموسايتوما، اللي هو الام اي بي جي عشان اشوف الفانكشننج فيو كروموسايتوما، وفي حاجه اسمها اللي هي الان بي 59 اللي هو ده بيستخدم في تشخيص حالات الادرينال ادينوم. الادرينال باثولوجي، الحاجات اللي بتيجي في الادرينال باثولوجي، في حاجات بتاخد الكورتكس وفي حاجات بتاخد المظله، في حاجات بتانفولف الكورتكس والمظله. الكورتكس ممكن تيجي فانكشننج او نون فانكشننج او هايبو فانكشننج. نون فانكشننج تيومر الادينوما والادينوكارسينوما ممكن يجوا بفانكشننج تيومر وممكن يكونوا نون فانكشننج. الادرينال هايبر بليزيا بتيجي بادرينال هايبر فانكشن. الحاجات اللي هي الهايبو فانكشننج اللي هو الاديسون ديزيز دي ممكن تكون ايديوباثيك، ممكن تكون ديو تو كونجنتال كوزس او انفكشن، ادرينال انفكشن زي الجرانيولوماز او ادرينال هيموراج او السبتسيميا ممكن تعمل هايبو فانكشن في الادرينال جلاند. المدار الليجن احنا قلنا الحاجات اللي هي الاساسيه المين اللي هي الفيو كروموسايتوما، وفي حاجات اللي هي النيوروجينيك تيومر زي النيوروبلاستوما الجانجليو نيوروبلاستوما الجانجليو نيوروما او المدالري هايبربليزيا. الميتاستاسيس ممكن يجي في الكورتكس او المظله،
في اذر ليجنز برضو ممكن تاخد الكورتكس او المظله زي الميلو لايبوما، وفي رير ليجن اللي هو الادرينال هيمنجوم. وزي ما احنا قلنا في حاجه اسمها الادرينال سيست، والادرينال سيست دي ممكن تكون يا اما اندوثيليال او ايبيثيليال او بارازيتيك او تيجي سودو سيست، زي ما عيان عنده ادرينال هيموريج وحصل له ريزوليوشن وبيفضل بعد كده سودو سيست في الادرينال جلاند. الهايبر فانكشنج تيومر زي ما احنا قلنا بعد اللي هو الحاجات اللي بتحصل ديو تو هايبر فانكشن، ممكن يحصل كوشنج سندروم، وده بيبقى العيان بيجي بترانكال اوبيستي وهيرسيوتيزم، وبيبقى ممكن يكون معاه هايبر تنشن، وده في الغالب بيبقى سكندري للهايبر بليزيا. ممكن يحصل هايبر الدوسترونيميا وبيبقى عنده لو صوديوم لو بوتاسيوم وهاي صوديوم، وممكن يحصل فيراليزيشن او فيمينيزيشن. طبعا اللي هو في المدره هايبر بليزيا او المدره هايبر في كروموسايتوما، اللي العيان بيجي اساسا بهايبر تنشن ومانيفستيشن اوف في كروموسايتوما. الادرينال هايبر بليزيا احنا قلنا المفروض الليمب السكنس بتاع الليمب ما يزيدش عن 6-7 مللي، لو زاد عن 7 مللي يعني وصلنا ل 1 سم ده ديفينيت ان هو ادرينال هايبر بليزيا، وده بيبقى بايلاترال وسيمتريكال. يعني لازم عشان اقول ان في ادرينال هايبر بليزيا يبقى ده لازم بايلاترال على الناحيتين، والسكنس بتاع الليمب يوصل ل 1 سم او 10 مللي عشان اقول ده ديفينيت دايجنوز. لكن لو اكتر من 7 مللي ده بيبقى هايلي سسبيشس، لكن لما بوصل ل 10 مللي ده بيبقى ديفينيت في ادرينال هايبر بليزيا. بالنسبه للادينوما اللي هي النون هايبر فانكشننج ادينوما، بالنسبه للبلين او الاي في بي بتبقى الادرينال ادينوما في الغالب بتبقى بريزنتد سمول، يعني بشوفها انسيدنتال ديسكفرد بتبقى في الغالب سمول. اليو تي بي والاي في بي ما لهمش رول، ممكن السوليد ماس اشوفها بالالترا ساوند از سوليد ماس في الانتروميديال اسبكت للابر وول بتاع الكدني. السي تي ده طبعا هو البيست موداليتي ان انا اشخص بالادرينال ادينوما، ممكن اشوفها انسيدنتالي وانا بعمل روتين السكاننج لاي سبب من الاسباب في الشيست والابدومن اشوف الادرينال ادينوما. وهي الانسيدنس بتاع الادرينال ادينوما يعني كانوا بيقولوا ان هو في الاوتوبيس الناس اللي هم عملوا لهم شرحوهم بعد ما توفهم بيلاقوا الانسيدنس بتاعت الادرينال ادينوما حوالي 3% في الناس اللي هم عملوا لهم بعد التشريح بعد الوفاه، بيبقى في حوالي 3% من الحالات. بتبقى في الغالب اقل من 4 سم، لو هي واخده 1 لمب بتبقى سمول، لو هي سمول بتاخد 1 لمب، لو هي كبيره بتاخد الجلاند كلها وما بشوفش الاناتومي بتاع الجلاند. وده زي ما احنا قلنا بيبقى فيها انتر سيتوبلازميك فات، وده بقدر اشخصه ان انا اقيس الدنسيومتري، ان انا اشوف الهانس فيلد يونت بالسي تي، او ان انا اشوف الكيميكال بالكيميكال شيفت بالام ار، ان انا اقدر اشوفها بالتي 2 بالام ار. بتبقى في الغالب ماس في انترميديا سيجنال انتنسيتي في التي 2، بتبقى لو سيجنال في التي 1، وبتبقى فيها مايلد انهانسمنت في الام ار بعد الجادولينيوم انهانسمنت. ده اكزامبل لحاله سوبرا رينال ادينوما، هنا بتبقى الماس هنا هوموجينس وريلاتيف لهايبوكوك ريليتد للابر بول بتاع الكدني. اد سي تي ده هي سمول ماس حوالي اقل من 3 سم، وبتبقى قايسه هنا عند سي تي ماينس 1، والبوست كونتراست واخده مايلد بوست هوموجينس بوست كونتراست انهانسمنت، وده يفرقها من الادرينال سيست. يعني انا برضو ممكن تجي لي ادرينال سيست والميجرمنت بتاعها برضو اراوند زيرو، بس مش هلاقيها واخده في البوست كونتراست انهانسمنت انهانسمنت، فده بيفرق الادينوما من الادرينال سيست. وده في الديليد سكان هي هيس هنا حوالي 15 هانس فيلد يونت، فدي دايجنوستيك ان في موجود انتر سيتوبلازميك فات، وده دايجنوستيك لدي سوبرا رينال ادينوما. ده اكزامبل برضو الانذر كيس فيها برضو سوبرا رينال ادينوما، وهنا في الماس هنا في الانفيز واخد هاي سيجنال وحصل كومبليت دروب في الاوت اوف فيز، ودي حاله سوبرا رينال ادينوما وفيها هيموريج ممكن يحصل جوه الليجن انترا ليجنال هيموريج انسايد ذا ليجن في حالات الادينوما. وده ممكن يبقى مستيكن لبعض حالات التيومر، بس هنا دي حاله اوت اوف فيز وفيها دروب للسيجنال انتريستي، فدي ممكن ده بيبقى دايجنوستيك بس بيبقى اسوشيتد مع انترا ليجنال هيموريج، وده بيبقى ريل مش من الحالات الكومن اللي هي تحصل جوه السوبرا رينال. ده اكزامبل برضو تاني لحاله سوبرا رينال ادينوما وفيها هيموريج، هنا برضو دي هنا فوساي اوف هيموريج انسايد ذا ادينوما، وهنا ما فيش فيها بوست كونتراست انهانسمنت، وده في الدنسيومتري هنا برضو الليجن دي ايسا بلاد هيموريج، ودي الاريا اللي اوتسايد دي ايسا ماينس 12، ودي ايسا 10 هانس فيلد يونت، فدي كيس اوف ادينوما. ده ديليد سي تي سكان
دي الاريا اللي هي الايس، ده الانترليجنال هيمرج اللي هو ايس 69 هانس فيلد يونت، والبريفرال اريا ايس ميجرمنت اوف فات اللي هي اقل من 10 يعني ده 12 ناقص 12 وده 10، فده ات از ا كيس اوف سوبرارينال ادينوما ويز ادرينال ويز هيمرج انسايد. التايب الثاني من الباثولوجي اللي هو الكورتيكال كارسينوما، ده بيبقى انكومن وبيجي في الغالب في الاولد ايج في الفيفث ديكيد او اكتر، بيبقى في حوالي 10% من الحالات بيبقى بايلاترال، وبيبقى في 50 من الحالات 50% من الحالات بيبقى فانكشن. في اليو تي بي ممكن اشوف الماس افكت بتاع الديسبليسمنت للكيدني او سوفت تيشو ماس، ممكن اشوف فيها كالسيفيكيشن زي ما احنا قلنا بيبقى فيها 50% من الحالات في ولا 50% من الحالات فيها كالسيفيكيشن، وبيبقى معاها اب نورمال يورو جرام نشوف ديسبليسمنت للكيدني الكالسيفيكيشن اسف في 30% من الحالات. الالترا ساوند بتبقى ماس اقل من 5 سم وبيبقى معاها ممكن احد اشوف الفينس اكستنشن بالالترا ساوند، وخصوصا لو مع الدوبلر سكان. السي تي بيوريني الماس فيها نكروزس ولا ما فيش فيها نكروزس. الكالسيفيكيشن اللي احنا قلنا بيبقى موجود في 30% من الحالات، لو في ميتاستاسيس اسوشيتد ميتاستاسيس للليفر او الليمف نود ممكن اشوف الاكستنشن للفاسكولار اكستنشن واللوكال تيومر اكستنشن. بالام ار بتبقى هيتروجينس وبتبقى هايبر انتنس ات تي 1 اند ات تي 2 وهيتروجينس بوست كونتراست انهانسمنت. الايزوتوب اللي هو في الان بي 59 ده اللي هو الكورتيكال ايجنت ده بيحصل له ابتيك بالادينوما، يعني الحالات اللي هي الادينوماتس ليجن بتاخد ابتيك بالان بي 59، لو ما حصلش ابتيك للتيومر ده نيجاتيف سكان ده بيبقى ماشي مع نون ادينوماتس ليجن. ده اكزامبل لحاله كورتيكال كارسينوما هنا بالالترا ساوند في ماس هنا ريليتد للابر بول بتاع الرايت كيدني ميكسد سيجنال انتنسيتي وريليتد للابر بول بتاعت الرايت كيدني. وهنا دي الماس هنا ايزو دنس في النون كونتراست سي تي، وقلنا الميجرمنت بتاعها لان هو ده اللي بيهمنا اكتر حاجه اللي هو الميجرمنت الدنسيومتري في السي تي. هنا ايسا 28 هانس فيلد يونت هنا في واخده ماركت بوست كونتراست انهانسمنت، وفي الديليد سكان هنا ايسا واخده حوالي 55 او 54 هانس فيلد يونت، فدي ماشيه مع نون ادينوما. نون ادينوما يعني همشي بقى في سكه ثانيه دلوقتي ان انا دي سوليد ماس ونون ادينوماتس، فانا بيبقى عندي كذا ديفرنشال دايجنوز زي بعد كده هنقول ان انا هخش في سكه ده كورتيكال كارسينوما او دي فيو كروموسايتوما او ميتاستاسيس. لكن في الحاله دي التشخيص المبدئي بالسي تي ان انا هقول دي نون ادينوماتس رايت سوبرارينال سوليد رايت سوبرارينال ماس. ده برضو انظر اكزامبل لكورتيكال كارسينوما بالام ار، دي هنا بتبقى انترميديت سيجنال انتنسيتي في التي 1 وفي هيتروجينس سيجنال انتنسيتي في التي 2 وفي الكيميكال شيفت على عكس بقى الادينوما اللي احنا شفناها ده في الانفيز الماس هنا برضو انترميديت، لكن في الاوت اوف فيز حصل الانكريز السيجنال انتنسيتي بتاعت السوبرارينال ماس على عكس الادينوما اللي بيحصل فيها دروب اوف سيجنال انتنسيتي. دي يا اما في الحالات النون ادينوما تسلم يا ما يحصلش دروب للسيجنال انتنسيتي او السيجنال انتنسيتي تزيد على عكس الادينوما. طبعا بعد المالتي ديتكتور سي تي دي حصل امبروفمنت في الديتكشن بتاع السوبرانيدال والريليشنز بتاعتها في البري اوبراتيف فيزات، ان انا اشوف الريليشن اوف ذا ماس دي كورتيكال كارسينوما والانترا تيومرال باثولوجيكال فاسكولاريتي انسايد والريليشن بتاعتها للرينال ارتري، واقدر حتى اشوف البلاد سبلاي لادرينال ارتري ده الميدل ادرينال ارتري سبلاينج التيومر، واشوف الريليشن بتاعتها للليفر للسراوندنج اورجان. ده من الحاجات المهمه برضو في السي تي في البوست كونتراست ريليشن للادرينال للادجيسنت اورجان والادجيسنت ستراكشرز. ده برضو نفس الاكزامبل ده اللارج كورتيكال كارسينوما وده الهيتروجينس فاسكولاريتي انسايد والاستريتشنج للادرينال فيزلز للرينال فيزلز باي ذا تيومر، وده برضو اللي هو التيومر اكستنشن ده لما بيحصل تيومر ثرومبس انسايد ذا رينال فين، لان الادرينال فين بيخش في الليفت رينال فين فبيحصل تيومر ثرومبس وبتكستند للاي في سي، واقدر اشوف الاكستنشن بتاع تيومر انسايد ذا اي في سي باي في كورونال ريفورمات ديمج. ده برضو على الرايت سايد دي ماس على الرايت سايد راي كورتيكال كارسينوما وهنا انسبرابل من الليفر انفلتريشن للليفر وفي
اي في سي ثرومبس، لان الادرينال فين بيخش دايركت للاي في سي، فبيبقى مع اسوشيتد ادرينال فين ثرومبس واكستنشن اوف ذا ثرومبس انتو ذا اي في سي. برضه الادرينال زي ما احنا قلنا في 30% من الحالات بيبقى معاه كالسيفيكيشن، وفايده السي تي ان انا اقدر اشوف لو في ليفر ميتاستاسيس موجود او في بالمونري ميتاستاسيس زي الحالات دي. بعد كده التيومر الثاني اللي هي المايلولايبوما، ده بيجي في الاولد ايج في الغالب، وبيبقى الالترا ساوند زي ما احنا قلنا في الاول بتبقى في الغالب ايكوجينيك ماس، يعني بيفيدني الالترا ساوند ان انا اشوف ايكوجينيك ماس سواء دي هيموريج او مايلولايبوما، لكن بعد السي تي بيبقى دايجنوستيك لان انا بقدر اشوف الفات كونتنت بتاعت التيومر والهانس فيلد يونت بتاعتها بتبقى كاركترستيك، وبيبقى كومبليتلي ديفرنت عن الهيموريج. وفي الام ار بالفات سبريشن تكنيك بقدر اشخص السوبرارينال مايلولايبوما، ده زي ما احنا قلنا هنا ايكوجينيك ماس ريليتد للابر بول بتاعت الكيدني، وهنا في مالتيبل فات ليكيولز انسايد ذا ليجن ات نون كونتراست سي تي، بتبقى ايسا ناقص اباوت ناقص ماينس 70 هانس فيلد يونت، في الحاله دي كانت ايسا ماينس 70 هانس فيلد يونت، ده البوست كونتراست سي تي، واقدر اشوف الماس افكت ذا ديسبليسمنت للكيدني داون وورد باي ذيس لارج فاتي كونتيننج تيومر، وده الريليشن اوف ذا ماس تو ذا ادجيسنت ستراكشر ذا كيس اوف رايت ادرينال مايلو لايبوما ويز فات كونتنت. ده الام ار بقدر اشوف الفات برضه بالام ار في حالات المايلو لايبوما، ذا ماس هنا فيها هاي سيجنال انتنستي في التي 2 والتي 1، وات فات سبريشن تكنيك حصل كومبليت دروب اوف سيجنال انتنستي، فدي فاتي تيومر موجود في الرايت ادرينال فوصه، فده كيس اوف مايلو لايبوما في الرايت ادرينال جلاند. بعد كده الليجنز اللي ممكن تيجي في السوبرارينا، وده مش كومن قوي، اللي هو الهيمورج، وده ممكن يحصل سبونتينيوس او تروماتيك او يحصل لان عيان بياخد انتي كواجلانت. بيجي سبونتينيوس في حالات اللي هو السبتسيميا، البيشنت عنده سبتسيميا او هايبرتنسيف او رينال فين ثرومبوزس او سوبرارينال تيومر، بيبقى اكتر في ناحيه الرايت سايد، لان الرايت سايد بيبقى قلنا الادرينال فين بيخش دايركت في الاي في سي، فبيبقى البريشر في الادرينال فين على الرايت سايد اكتر من الليفت، عشان كده بيبقى الانسيدنس ان هو يحصل الهيمورج على الرايت اكتر من الليفت. الفيتال ادرينال جلاند قلنا بيبقى السايز بتاعها ان كومباريزون للكيدني بيبقى كبير، فعلشان كده بتبقى معرضه ان هو يحصل له تروماتيك انجري دورنج ليبر بالذات، فممكن يحصل فيها ادرينال هيماتوما، ممكن يحصل برضه ديو تو سبتسيميا او ابنورمال كلوتنج في الاطفال، والبايلاتراليتي بتبقى في 10% من الحالات. بالالترا ساوند بيبقى الهيمورج على حسب الايج، يعني يا هايبو يا ميكسد يا مودريت ايكوجينيك على حسب الايدج بتاعه. في السي تي بيبقى قايس بوزيتيف من 40 ل 60 هانس فيلد يونت، ومع الفولو اب بيحصل ريدكشن، لما بيبدا يحصل ليكويفاكشن للهيماتوما بيبدا يحصل ريدكشن للهانس فيلد يونت. في الام ار بتبقى على حسب الايدج برضه، بتبقى فاريبل على اكوردنج للايدج بتاع التيومر، ولما بيبدا يحصل ليكويفاكشن للهيماتوما بتبدا تكون سودوسيست في السوبرارينال جلاند. ده اكزامبل لادرينال هيمورج في طفل صغير، كان ده ات فولو اب، دي هنا في الـ ات ام ار اي، ده موجود هنا الانترميديت سيجنال انتنسيتي ات تي 1 اند ات تي 2، ده ولا سيك وول، ده كانت سوبر رينال سودوسيست ان ايانج بيبي، ده كان لسه حوالي 3 شهور، وده بدا يحصل ليكويفاكشن للهيماتوما في السوبر رينال جلاند، ودي الكيدني هنا ديسبليسد هنا باللارج سوبرارينال هيماتوما. ده نظر اكزامبل برضو هنا في هيمورج انسايد ذا رايت ادرينال جلاند، وحد قايس كان قايس حوالي 45 هانس فيلد يونت في النون كونتراست سي تي، ومفيش انهانسمنت انسايد ذا ليجن اد بوست كونتراست سي تي سكان. ذا كيس اوف ادرينال هيماتوما، رايت ادرينال هيماتوما، وده الام ار بتاع نفس الكيس زي ما احنا قلنا ات تي 1 ذس ميكسد هاي اند لو سيجنال انتنسيتي ات تي 1 اند هيتروجينال سيجنال انتنسيتي اوف ات تي 2 ات ذا كيس اوف سب اكيوت اند اكيوت ديفرنت سب اكيوت اند اكيوت هيماتوما ات رايت سوبرارينال جلاند. الميتاستاسيس الادرينال جلاند من الكومن سايز اللي بيجي لها اللي بيحصل فيها ميتاستاسيس بتبقى في الغالب سمول اقل من 3 سم، وممكن تيجي يوني اور باي لاترال، لو سمول بتبقى هيموجينس، لكن لو هي كبرت بتبقى هيتروجينس ديوتو نكروزس اند هيموج.
ده رايت ادرينال ميتاستاسيس، هيتروجينس كوجينيك ماس موجوده في الرايت ادرينال جلاند وفيها سيستيك اريا انسايد، ودي الرايت دي ذا سيم كيس، ده الماس هنا موجوده في التي 1 وده في النون كونتراست سي تي، وده البوست كونتراست وهيتروجينس بوست كونتراست انهانسمنت، وده الديليد سكان. واحنا قلنا طبعا ان هي المفروض هتكون قايسه اكتر من 10 هانس فيلد يونت في النون كونتراست، وفي الديليد المفروض هتكون قايسه فوق 30 هانس فيلد يونت. ده ذا سيم كيس، ده الام ار بتاع نفس الحاله، وفيها هيتروجين، ده تي 2 كورونال تي 2 هيتروجينوس ماس هنا ريليتد ل سوبيريور اسبيكت اوف ذا رايت كيدني وديسبليسنج ذا كيدني داون وورد، وده بوست كونتراست اكزل اند كورونال ام ار اي، وفيه هيتروجينوس انهانسمنت باي ذا تيومر. دي حاله رايت ليفت رينال ماس، وده فيها كالسيفيكيشن واسوشيتد معاها هنا رايت ادرينال ليجن، واسوشيتد معاها بالشست سي تي في ديستركتيف فوني ليجن في الريبس، ستاتيك ليجن في الريبس، ودي كانت ميتاستاتيك سوبرا رينال ليجن واسوشيتد معاها ادرينال فين ثرومبوزس وذ اكستنشن اوف ذا ثرومبس انتو ذا اي في سي. الليمفوما ده مور في النون هوجكن ليمفوما، وده بيحصل بايلاترال في 50 بايلاترال انفولفمنت للادرينا في 50% من الحالات، تبقى الالترا ساوند ريلاتيفلي ويل ديفايند وايكوجينيك، والسي تي بقدر اشوف ماس برضو، بتبقى الكاركترستيك بتاعتها ان هي نون ادينوميتس، ان هي نفس الفكره بايلاترال ادرينال ماس اوف ايزو دنس سيجنال انتستي على الناحيتين، وفيها مايلد بوست كونتراست انهانسمنت اقل من الكيدني، وفيها المالتيبل ليمف نودز ممكن اسوشيتد معاها مالتيبل ليمف نودز في الريترو بيروتونيال وانكيزنج الاورطه والاي في سي والادجيسنت بلاد فيزل. ده الام ار بتاع نفس الحاله برضو ماس اوف لو سيجنال انتستي في التي 2 وفيها مايلد هوموجينس بوست كونتراست انهانسمنت. انذر كيس اوف برضو ادرينال ادينوما ادرينال ليمفوما، وفيها اسوشيتد ادرينال ليمفوما، وفيها سيكننج للجاستريك وول، وفي اسوشيتد معاها فوكال ليجن في السبلين، فدي مالتيبل نون هوجكن ليمفوما ومعاها سبلينيك ليجن و افكشن للجاستريك وول. في كروموسايتوما اللي احنا قلنا عليه اللي هو الكاتيكولامين سيكريتنج تيومر، وده بيبقى اسوشيتد معاها في الحلقه هايبرتنشن، بتبقى ريل في الشيلدرن، وبيبقى في حوالي 10-20% من الحالات بيبقى اكسترا ادرينا. السي تي بتبقى اكتر من 5 سنتي، السايز بتاعها في الغالب بيبقى اكتر من 5 سنتي، والكاركترستيك للفيوكروموسايتوما ان احنا بنلاقي فيها نيكروزس وهيمرج، يعني بتلاقي الماس بيبقى في الغالب معاه نيكروزس وهيمرج وما بيبقاش معاه كالسيفيكيشن كتير على عكس الكورتيكال كارسينوما. الام ار بتبقى في تي 1 هايبو اور ايزو انتنس، في تي 2 بيبقى هايبر انتنس، واللي بيبقى دايجنوستيك ليها اللي هو الايزوتوب ستادي اللي هو الميتا ايودو بنزال جوانيدين، ان هي بتبقى بوزيتيف ابتيك بالميتا ايودو بنزال جوانيدين. ده اكزامبل لحاله فيو كروموسايتوما، احنا زي ما قلنا بيبقى معانا كروزس وهيمرج اكتر، ودي ماس هنا في النان كونتراست سي تي وعامله ديسبليسمنت، واخده هيتروجينس انهانسمنت في البوست كونتراست وعامله ديسبليسمنت للكيدني، وفي الديليد سكان برضه الليجن بيبقى المفروض الميجرمنت بتاعته بتبقى اكتر من 30 هانس فيلد يونت. ده في تي 2 كورونال تي 2 ام ار اي ده هيتروجينس ماس فيها سيستيك وسوليد اريا، وقت كيميكال شيفت ام ار اي اللي مفيش اي دروب للسيجنال انتستي انسايد ذا ليجن، ده الليجن اللي هو السوليد بارت اللي موجود ده في الموست بوستيريور بارت في الليجن، مفيش اي دروب في السيجنال انتستي موجود انسايد ذا ليجن، فده نون ادينوميتس رايت سوبرا رينال ماس اتس كيس اوف فيو كروموسايتوما. ده انذر اكزامبل برضه هيتروجينس ماس في الرايت سوبرا رينال في الليفت سوبرا رينال فوسطه بالالترا ساوند هيتروجينس وفيها سيستيك نكروزس، وده بيبقى كاركترستيك ليها ان انا بمعظم حالات الفيو كروموسايتوما بشوف فيها نكروزس. زي ما قلنا في الديليد سكان برضو زي ما احنا قلنا لو قسنا الميجرمنت بتاعتها بتبقى اكتر من 30 هرتز فيلد يونت، وده سي تي انجيوغرافي بيوري الريليشن اوف ذا ماس تو ذا كيدني. بعد كده اللي هو يمكن دي حق النيوروبلاستوما، ده اللي هو بيبقى السوليد نيوبلازم، ده في الاطفال اكتر، بيبقى في الادرينال في حوالي تلت الحالات، بيبقى الايدج من 2 ل 3 سنين.
ده اكزامبل حالات النيوروبلاستوما. احنا قلنا ده طبعا بيبقى الديزيز النيوروجينيك، ده بيبقى في الغالب في اليانج ايج في الاطفال. ده اي في بي، هنا بيبقى في ابنورمال يوروجرام، في ديسبليسمنت للكيدني، لاترال ديسبليسمنت للكيدني وداون وورد، ودي في هنا ماس موجوده في الليفت سوبرارينال فوسا. ده بالسي تي بتاع ذا سيم كيس، في هنا ماس موجوده في السوبرارينال فوسا فيها دنس كالسيفيكيشن، وده كاركترستيك للنيوروبلاستوما في الاطفال، ومعاها اللارج ليمف نود، وفيها برضه نفس الباترن اوف كالسيفيكيشن انسايد ذا لارج ليمف نود. وبعد بوست كونتراست سي تي ده فيه هيتروجينس انهانسمنت باي ذا ماس، وده مالتيبل اللارج ريتروبليتورين ليمف نودز اوف ذا سيم باترن اوف انهانسمنت. ده برضو انذر اكزامبل لسوبرارينال ادينوما، برضو كالسيفيكيشن باترن في الماس وفي الليمف نود، وده دنس كالسيفيكيشن انا برضو اقدر اشوفه في البلين اكس راي، ده بيبقى هايلي سسبيشس اللي هو الدنس كالسيفيكيشن ده، لان في سوبرارينال ماس، وده في السي تي ده مارتبل دنس وهيتروجينس انهانسنج سوبرارينال ماس. ده الام ار بيبقى برضو الماس بتبقى هايبو اور ايزو انتنس في تي 1 وهايبر انتنس في تي 2 في الام ار اي. والام ار اي من فوائده ده حاله ريكرنت نيوروبلاستوما، ده بعد السيرجري بعد ريموفال اوف ذا كيدني اند ذا ماس، ده از كيس اوف ريكرنت نيوروبلاستوما انفلتريتنج الادجيسنت ستراكشر واكستند وانفلتريت الرايت كيدني. يعني دي كانت ليفت نيوروبلاستوما واتشالت، وده كيس ريكرنت، وده الام ار بيبقى في الحالات السوفت تشو ريزوليوشن في الام ار بيبقى احسن من السي تي في الحاجات. الادرينال كالسيفيكيشن ده بيبقى في الغالب سكندري لجرانيولوما، وبيبقى زيه زي اي كالسيفيكيشن في اي حته تانيه. يعني ده هنا في توموجرام لاي في بي توموجرام في بايلاترال ادرينال كالسيفيكيشن، وبالسي تي في كالسيفيكيشن لينير كالسيفيكيشن في الادرينال في الرايت، وفي بانكت كالسيفيكيشن في الليفت. وبيبقى الفايده الام ار ان انا لو في اسوشيتد سوفت تيشو ماس بقدر اشوفها بالام ار. الادرينال سيستس هي زي اي سيست في اي حته تانيه، بتبقى فلويد دينستي وبتبقى هايبو انتنس في التي 1 وبتبقى هايبر انتنس في التي 2 في الام ار. ده اكزامبل لسمبل رايت ادرينال سيست، بتبقى هايبو انتنس في النون كونتراست سي تي، وبتبقى فيش فيها اي كالسيفيكيشن، ما فيش فيها انهانسمنت في البوست كونتراست سي تي. الام ار زي اي سيست في اي حته في البودي، بتبقى هايبو في التي 1 وهايبر في التي 2. ده اكزامبل للسيست هنا كانت متشخصه على انها دي كانت ايسل الديسبلاينج حوالي 15 هانس فيلد يونت او 10 هانس فيلد يونت في النون كونتراست سي تي، ما كانش فيها بوست كونتراست انهانسمنت. بات ات ام ار ده فيها مالتيبل سيبتيشن وفيها اب نورمال هاي سيجنال انتنستي ات تي 1 اند تي 2، واز ا كيس اوف هيموراجيك ادرينال ليجن. والسي تي كان فيه اندر استيميشن لانها كانت متشخصه في السي تي ان هي سمبل ادرينال سيست. اخر حاجه اللي هو ازاي اللي هو قلنا كاركترايزيشن بتاع الادرينال ماس، او اللي يهمني اقول دي ادينوما او نون ادينوما. لو انا وصلت ان الحاله دي ادينوما خلاص، ان قلنا الادينوما ده الموست كومن باثولوجي اتز بناين ومفيش منه اي مشكله، خلاص العيان بيتعامل خلاص كانه حال النورما مفيش فيه اي مانجمنت بيتعمل. ان انا الاقي في النون كونتراست سي تي اقل من 10 هانس فيلد يونت، الاقي رابت وش اوت ان اوف الانهانسمنت سي تي، ان انا قلت هقيس على في البوديليد لو هو اقل من 30 هانس فيلد يونت، او ان انا اعمل الادرينال ووش اوت، ان اوت لو الابسوليوت ووش اوت اكتر من 60% او الريلاتيف ووش اوت اكتر من 40%، او ان انا لو بعمل ام ار ولقيت حصل سيجنال دروب في الكيميكال شيفت يبقى ده كل ده ماشي مع الادينوما، او ان انا الاقي كونكوردنت اتاك اوف ات ايزوتوب عن ان بي 59 كونكوردنت اتاك، ان انا الاقي في ليجن ولا في ابتيك، ده اللي بيسموه كونكوردنت اتاك، او ان انا مش متاكد بقى ان انا اعمل بايوبسي ويطلع نيجاتيف، هو ده الدياجنوستيك للادينوما. طب ان انا ادينوما ان انا اقول الاقي الهانس فيلد يونت في النون كونتراست اكتر من 20، الاقي في سلو ووش اوت اكتر من 35 هانس فيلد يونت في الدريد سكان، مفيش دروب في السيجنال انتنستي في الكيميكال شيفت، او الديسكوردنت اتاك ابتيك على الان بي 59، يعني الاقي في ليجن وما الاقيش في ابتيك في بالان بي 59، او ان الاقي البايوبسي بوست. طب ان انا ادينوما يعني انا يعني انا خلاص لو طلعت ادينوما مفيش مشكله، ان انا ادينوما لو انا هشوف لو العيان مثلا عنده مايلو ليبوما في فات كونتنت خلاص دي ماشيه مع سكه المايلو ليبوما،
طب العيان مثلا عنده هيستور اوف برايمري، يبقى انا بفكر في ميتاستاسيس. ما فيش عنده هيستور اوف برايمري، لو فضل عندي سوليد ماس في الغالب يعني ما هوش طفل صغير، لان لو طفل صغير هيفكر في نيوروجينيك تيومر، هيفضل عندي الاثنين المهمين اللي هم كورتيكال كارسينوما والفيو كروموسايتوما، ودول بقدر افرقهم بينهم بالكلينيكال واللاب، ان انا هشوف الادرينالين والنور ادرينالين والفالينال مانديليك اسيد في اليورين.